في مستهل زيارته الرسمية إلى تونس، التقى الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وقد أكد الجانبان خلال ندوة صحفية عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها بين تونس وصربيا في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية اعتبرها الجانبان خطوة أولى في طريق تدعيم التعاون بين البلدين، تعاون سيرتكز أساسا على تسهيل نقل الأشخاص والبضائع. ويقع ترخيص للشركات التونسية والشركات الصربية أنها تنقل البضائع على معناها التونسية تنجم تشتغل على الأراضي الصربية والعكس بالعكس. بطبيعة الحال باش يشجع أكثر على دعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين. البرنامج الثاني يهم بالخصوص نقل الركاب. معناها في نفس السياق يقع ترخيص للشركات التونسية والصربية باش يقع نقل الركاب بين البلدين، وإن شاء الله اللي نأملوه أنه تكون معناها دافع باش تدفع أكثر حركة تنقل السياح بين البلدين. رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أكد أن أوجه التشابه بين تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وصربيا فتحت الباب أمام تمتين الشراكة بين البلدين. كانت لكم صعوبات كثيرة في المرحلة الانتقالية، نحن أيضا عرفنا صعوبات كبيرة في المرحلة الانتقالية، نحن اليوم نتلاقى من جديد لكي نبني علاقات صداقة بين الدولتين. وفي كلمته شدد الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش على ضرورة رفع حجم المبادلات بين البلدين والذي لا يتجاوز 39 مليون دولار حاليا، وهذا يمثل حوالي 0.1 من المبادلات مع صربيا، أن صربيا بلد مستقر ومستقر كذلك بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، ونحن مستعدون للتعاون بمختلف الأنشطة المنتجة. فتح باب التعاون مع صربيا قد يفتح الباب أمام البلدين للذهاب معا نحو أسواق أخرى مثل السوق الروسية والأوروبية والاستفادة من المزايا التفاضلية التي تتمتع بها المنتوجات الصربية في هذه الأسواق. وكان لرئيس جمهورية صربيا محادثة مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أعرب خلالها الرئيس الصربي عن تقديره لما وصلت إليه تونس في مسارها الانتقالي وما حققته من نتائج تترجم نجاح هذا المسار الذي تميز بالسعي المتواصل في مختلف المراحل لإيجاد التوازن.